إنه صليب فاريا المضاء على مرأى من أهالي جرود كسروان منذ أكثر من 14 عاما، والذي من المفترض أن يكون الجامع بين أبناء الطائفة الواحدة، شوهت السياسة هدفه الأسمى. فالإشكال الذي وقع بين التيار الوطني الحر والنائب سامر سعادي لم يعد يخفى عن أحد. رئيس بلدية فاريا نضال خليل الذي كان غائبا عن المنطقة بداعي السفر عقد مؤتمرا صحفيا استنكر فيه ما تداولته بعض وسائل الأعلام عن أنه كان متوارا عن الأنظار خلال الحادثة، وشرح أن البلدية لجأت إلى وزير الطاقة لإنارة الصليب من سد شبروح، وهذا ما حصل. وضع الوزير مشروع إنارة الصليب اللي كان نايم له فترة أيد التنفيذ، بس صار خطأ هون. خطأ حصل أنه تنفيذ هالمشروع ما تبلغت فيه البلدية رسميا وما تنفذت فيه خرائط رسمية. في كم شخص خسروا بالانتخابات البلدية بدهم يلاقوا الحيل المطرح، عندهم صداقات معينة، قالوا نحن بدنا نعمل هذا المشروع. بيجينا شكاوى على البلدية انه هودي الحفريات صارت بقريات ناس. من يوم التاني بيجي المهندس سركيس فرح ممثلا عن وزارة الطاقة على بلدية فرية. نحن وقاعدين معه اجي 50 تليفون، وأقل تليفون يقولوا فيه بدنا نعمل لعواميد لو بالطيارات بدكم تركبون قبل عيد الصليب. على أثر ورود الشكاوى المذكورة، يوضح رئيس البلدية أن وزارة الطاقة غيرت الوجهة وبدأت العمل في موقع آخر في الأرض التي تملكها والدة النائب سامر سعادي من دون إبلاغ البلدية، الأمر الذي أثار حفيظة سعادي، فاتهم البلدية بالتواطؤ مع منظمي المهرجان. وبعد سلسلة اجتماعات حصلت بين النائب سعادي والشيخ غسان الخازن ومخاتير البلدة، وافق سعادي بحسب خليل على عدم نزع أعمدة الكهرباء شرط حفظ حقوقه وعدم استغلال هذه التقدمة لإقامة مهرجانات سياسية. على هالأساس صار اللي صار. نهار الخميس ب15 أيلول الساعة 5 تتفاجأ الضيعة كلها بمساج بيجي أيام مهرجان وقداس احتفالي يحضره الوزير جبران باسيل وولاد فرية اللي شفتوهن انتو أكتريتهم اللي طلعوا على الصليب ووقفوا بوجه النايب سعادي، طلعوا لأنه ندق الجرس حزن بالضيعة وخدعون وقلولهم عم بيقصوا الصليب، ما قلولهم الزلمة عم يشيل العمود من عقاره اللي أنا بعتبر أنه هني مدسوسين، وأكيد الوزير باسيل ما بيقبل أنه يحكوا باسمه. ودعا خليل نائب سعادي والشيخ الخازن إلى ضيعتهما فريا من دون حماية، لأنه بوجودنا ليس بحاجة لها كما قال.